استاذ كومة، الدار البيضاء يعني جربت مع 3 تجارب من تدبير مفوض لقطاع النظافه، ولكن رغم ذلك يعني باقي ما لقاش هذيك العصا السحريه لهذا المشكل هذا. بالنسبه لك علاش هذا الامر؟ ايوا هذا هو الدور ديالنا احنا كجمعيه، هو اننا نسلطوا الضوء على الاشكاليه واستدعينا يعني المناقشه المسؤولين عن النظافه، لا من ناحيه الشركه المفوض لها ولا ايضا المسؤولين في مجلس المدينه، وايضا هناك متدخلين من القطاع الصناعي ومن امتناع الجمعيات اللي كتهتم بهذا الموضوع، باش يكون واحد النقاش. يمكن كاين هناك بعض التقدم، ولكن خصنا نلمسوه يعني بطريقه اللي تكون بين المواطن، وايضا نوقفوا على ما يمكن تحسينه. الان كيبان بان كاين واحد البرنامج كاين واحد المخطط اللي كيخص هو تفعيله، وهنا المواطن يلمسه، وهذا هو الدور ديال هذا النقاش اللي بغينا الدار البيضاء ان شاء الله تكون مدينه اللي تكون واحد القدوه على الصعيد الوطني، لا من ناحيه النظافه لا من ناحيه الاستدامه، بحيث ان المغرب الان عنده هدف انه يكون من البلدان اللي كينخرط في القطاع الاخضر ويكون عنده واحد التنميه مستدامه. والدار البيضاء يعني عاصمة اقتصادية لها واحد المسؤولية اجتماعية ومجتمعية انها تكون مثال يعني في التسيير ديال النظافة ديالها، وفي القطاع الصناعي الدائري اللي كيعاود يتداول النفايات وكيعاود يشغلها ويخلق مناصب شغل. كل هذه المسائل ان شاء الله غادي نناقشوها مع مسؤولين ومع يعني الناس اللي هما خبراء في هذا الميدان، باش يكون واحد العدد ديال التوصيات اللي نمدوا بها المسؤولين باش يمكن يحسنوا من الوضعية في داخل المدينة اللي هي مدينة كنتقاسموا العيش فيها وكنحبوها جميعا. هاد اليوم هذا عنده واحد الأهمية كبيرة بالنسبة للساكنة ديال الدار البيضاء، لأن لاسوسياسيون بيضاوة بلس خدت على عاتقها هاد الموضوع هذا، لأن كيهم الجميع، الجميع في الدار البيضاء وفي كل وقت، في كل زمان وفي كل وقت. وكيف كتشوفوا الحضور الهام ديال المسؤولين في هذا اللقاء هذا كيدعم هذا العمل ديالنا، وكيعطينا واحد يعني كلنا خصنا نجندوا باش نصيبوا باش نحسنوا الوضعيه ديال لا بروبرتي في الدار البيضاء. كيف شفتي والعنوان عنده واحد الاهميه، يعني خصنا كلنا اون فا كخواغ لهاد لا بروبرتي، وكلنا خصنا جميعا نعملوا يد في اليد، لا بالنسبه للمواطن. المحاضره اللي كتشوف هذا الجانب هذا بالنسبه للاسباب كيفاش المواطن خصو يجمعها وكيفاش خصو يسهل الامور للناس اللي كتخدم ليلة نهار باش تنقي لنا الزناقي ديالنا هذا. ولهذا الاهميه هذا الموضوع هذا حتى بالنسبه للصحه للجميع، وهذا مهم، لان كل واحد الى عشنا في جو موسخ ولا ملوث راه هذا غيأثر على الصحه ديالنا. هذه موضوع من مواضيع اللي كتهم الساكنه البيضاويه، وغادي يجيو مواضيع اخرى في هذا السياق هذا اللي هي حساسه ومهمه للعيش ديال كل واحد في كل يوم. وحنا فخورين بالحضور المكثف وبحضور المسؤولين، لان هذا تشجيع لنا والعمل اللي كنقوموا به.